شاكرين مسار شارجة للفنون على هذا الدعم، لأن في النهاية من خلاله قدرنا نسوي الفيلم. وأيضا دخولنا للمنصة ومنافستنا على أفضل فيلم، هاي بعد أيضا شرف، لكن هذه نقطة البداية فقط لما هو قادم من مشاريع. وأيضا الفيلم راح يكمل في مهرجانات ثانية عالمية، نتمنى 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 إن شاء الله وصول الصوت للعالم في النهاية. فيلم ليمون يتكلم عن ربة بيت مهملة من قبل زوجها، وطبعا شاركها في الفيلم الأستاذ منصور الفيلي والأستاذة هدى الغانم. والفيلم يكون تركيزه على حالة الحالة النفسية للزوجة، فحبيت يعني أركز على الشخصية هاي في هاي البيئة داخل بيتهم، يعني تركيز يكون على الشخصيتين وعلاقتهم.